بشويه 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 قعدنا يعني حاكمين في الاخر تاعنا يا اخي. كملنا المشوار تاعنا انا ولوستي، وبشويه بشويه زدنا لي كليون، تعرفوا علينا لي كليون. وكملنا دوكا عندنا من 2017 لحد الان 2024. الحمد لله الناس راهي تجي تشري الحلوه وتعجبها وتعاود تولي. هي قلت لك قضية تقولي هاد المهنه هذه شغل دي تقولي ولاتيه. انا في كنت في دارنا صغيره كاع العائله، الام الله يرحمها وفواتاتي كاع نديروا الفطير نديروا الحلويات. لحد الان انا عندي اختي جات 80 سنه مازالها دير هاد المهنه هادية. وبعد كي تزوجت رحت للعائله تاع راجلي لقيت نفس كيما نقولوا نفس الشيء، شي فاميلي تاع الحلوه من ولايه جيجل، وحنا من القبائل الوغ شويه من عندنا حنايا، وديت شويه من عند العائله تاع راجلي ودرنا. دوك كاين دي جاتو دوك تاع الام الله يرحمها، وكاين تاع العجوزتي الله يرحمها. صديق دوك رانا نديرهم هنا في المحل، سي دي غوسيت تاوعو رانا نطبخوهم دوكا. وكيما قلت لك بدينا انا ولوستي من 2017 ودوك لحد الان هي راهي معايا. وزدنا في انا دوكا في ثلاثه، انا ولوستي وكما نقولوا لو بغا دغوا تاعي اليد اليمنى تاعي شهيره، امغار شهيره. وعندي بيان سور بيان سور بيان سور ليكيب تاعي اللي راني متكله عليها على ربي وعليها، هي اللي واقفه معايا من لي فوندوز حتى لي كيما نقولوا حتى اخر لي صغيره كاع اللي في عمرها 20 سنه بدات معانا صغيره ودوك كيما نقولوا كبرت معانا. هذه هي والحمد لله ان شاء الله ربي يوفقنا. وهذا الدومين هذا تاع الحلويات صديق كي تدخلي فيه لازم تكوني تحبيه، ولا حبيتيه باسكو هو صعيب، ولا حبيتيه راكي تنجحي فيه، ولازم كانت واحد يخدم كيما نقولوا ماشي بالخدع بالصفا، ولا كيما نقولوا حبيتيه تكملي فيه وربي دوجور يكون مع الانسان اللي يخدم كما نقولوا جيست.